بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل ببركته العقد وتنفرج الكرب وتقضى الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام به وبوجهه الكريم وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم لك يا حي يا قيوم. أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم طائت نور. اليوم بنلتقي في حلقة تواكب الشعور الإسلامي، تواكب شعور الإنسان المسلم في تلك الفترة المهمة من تاريخ المسلمين، تلك الفترة التي يجعلها الله عز وجل ميقاتا زمنيا لركن من أركان الإسلام والحج، وميقاتا زمنيا ليوم من أيام الإسلام وهو يوم الأضحى، ذلك اليوم الذي جعله الحق جل جلاله عيدا للمسلمين. فقد صح أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما زار المدينة وسكنها وهاجر إليها وجد أهلها يحتفلون في أيام، فسألهم ما هذه الأيام؟ قالوا هذه أيام يعني يلهون فيها ويلعبون فيها. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن الله عز وجل قد أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فهذه الحلقة تواكب ذلك اليوم الذي يكون شعور الإنسان فيه شعور الفرحة بنعمة الله سبحانه وتعالى. لكن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يجعل كل عيد من أعياد المسلمين بعد أداء ركن من أركان الإسلام. ففي رمضان حين ينتهي يكون الفرح بيوم الفطر، وفي يوم الأضحى حين تنتهي الوقوف بعرفة يكون يوم النحر. فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يربط أعيادنا نحن المسلمين بأركان من أركان الإسلام حتى يكون الفرح بأننا أتممنا شعيرة من شعائر الإسلام. من هذه الأشياء التي تميز عيد النحر عن عيد الفطرة هو أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيه مظهرا من مظاهر العبادة نتقرب إليه، وهي الأضحية، أن نقدم الأضاحي لله سبحانه وتعالى. تلك الأضاحي التي تحدث القرآن الكريم عنها، فقال الحق جل جلاله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن يعني الجمال السمينة، جعلناها لكم من شعائر الله، يعني من النعم التي يظهر فيها فضل الله سبحانه وتعالى على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن جعلنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح هذه الأضاحي تقربا له سبحانه وتعالى، وقياما بسنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهي مظهر من مظاهر الإسلام. ثم يقول الحق جل جلاله: لكم فيها خير، يعني لنا نحن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في البدن خير، خير في الدنيا بإطعام الطعام وأن نطعم الفقراء كما تحدث القرآن الكريم، وفي الآخرة بحصول الثواب عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في ذلك عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت، ويتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: ما تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى في يوم النحر بأحب إلى الله سبحانه وتعالى من إراقة الدماء، يعني من الأضحية، من الذبح لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه سبحانه وتعالى في تلك الفترة التي حددها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة. فطيبوا بها نفسا كما جاء عن السيدة عائشة، يعني أننا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الذبح لكي نطيب نفوسنا مما علق بها من الأمراض الباطنية، مما علق بها من شوائب الدنيا. ثم تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: وإن الدم لا يقع من الله بمكان، يعني الإنسان حين يريق هذه الدماء لله سبحانه وتعالى تقع هذه الدماء بمكان عند الله، أن لها منزلة عند الله سبحانه وتعالى، ولا يتقرب أحد في ذلك اليوم بأحب إلى الله سبحانه وتعالى من القيام بهذه السنة النبوية المباركة. فإذا نظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نظرنا إلى فعله كيف كان يفعل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يحدثنا الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، يعني في يوم عيد النحر كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة والخطبة يضحي بنفسه صلى الله عليه وسلم بكبشين. فإذا ذبح الأول يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عن أمتي
من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عنا نحن أمته صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي إليه أو يؤتى إليه بالكبش الآخر فيذبحه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا عن محمد وآل محمد. فهذه الأضحية سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشعيرة من شعائر الإسلام، ينبغي أن يحاول الإنسان المسلم المستطيع أن يحرص عليها حفاظا على سنته صلى الله عليه وسلم، وتشبها به صلى الله عليه وآله، وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لعبادته، وصلى الله وسلم على فيض رحمة العالمين سيدنا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.